تحية طيبة. في سوق الشورجة في قلب تلك المحلات الصغيرة والدروب الضيق كان يقف، وهو بحالة تعبيرية عالية ممزوجة بين الفكاهة والواقع الذي أحيانا ما يكون مرير. في هذا المكان الممتد من شارع الكفاح حتى شارع الجمهورية وبعده تلك البقعة القديمة التي تحوي جيلا بعد جيل للعديد من الناس، منهم ناس ظرفاء يتمتعون بروح الفكاهة الفطرية ويمتعون من حولهم بتصرفاتهم اللطيفة وبكلماتهم. كان يتوسط ساحة الشورجة، كنت أدخل عليه من شارع الكفاح، وفي زحمة الناس كنت أجده واقفا يحاول أن يرفع من نفسه حتى يسمعه الآخرون ويطلق صيحاته ليبيع تكات السجائر. التكة بعشرة، التكة بعشرة آلاف، التكة بعشرة آلاف، من يشتري؟ الشيء الجميل في موضوعه هو أنه رياضي فعلا ويصعب الإمساك به، فعندما تهاجمه رجال البلدية حيث أن وضعه غير قانوني يهرب في آخر لحظة بمناورة خاطفة. فله طريقة غريبة في التعامل مع تلك الهجمات، سريع حذر خفيف بخفة الريشة، يهرب من أيديهم بسرعة ويضيع في الزحام. أثناء هروبه يرمي بضاعته في محلات يعرفها، هنا واحدة وهنا أخرى، قبل أن يختفي عن الأنظار. في مرة كنت أساعده في البيع، هجم علينا رجال البلدية، هو لاذ بالفرار وفشلت أنا في الإفلات. ويبقى بهذه الحياة المتقلبة والغير مستقرة، الجري والإفلات من أيادي رجال البلدية، وأحيانا نجده من دون قميص أو بملابس ممزقة أثر حالة هروب وشيك. هذه حياته، مرة وجميلة، نكتة ودمعة، دراما ومأساة، حقيقة ووهم. وفي خضم كل تلك التناقضات أجده مبتسما ويردد ما قاله المتنبي: تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. تعابيره الجميلة، صوته يبقى يصدح ويضيع مع الأصوات الأخرى في درابين سوق الشورجة، ومنها الضيقة التي لكل واحدة تاريخها وعبقها، وهي تعود إلى العصر العباسي. إنه خلال صيحاته في الأسعار التي يعرضها يقوم بالتحدث عن مواضيع مختلفة، ومنها عن أمور تزعجه في بيته. فمثلا مرة من المرات قد اختلف مع زوجته التي يحبها، فتراه يغير طريقته في عرض بضاعته بحيث لا يفهمها المارة، ولكن فقط من يعرفه جيدا فيصيح: تك بعشرة آلاف، من يشتري؟ بس لا تقول لي أنك مجرد زوج لا أكثر. لا، والبارحة ما يجاوب، وتضيع صرخاته في زحمة وضوضاء المكان، ثم يصيح: بعشرة آلاف التكة؟ وبعدها يصيح: طلع ماكو حب، كلك لاوات، كلك لاوات. ثم يغير لهجته: اشتري مني بضاعتي الأصلية واللي مو كلاوات. انظر إليه وأنا أرتشف الشاي الذي عمل على الفحم بطريقة طيبة من أجل أن أفهم وضعه ذلك اليوم وما هي تحديدا المشكلة، ولا أحتاج أن أهدأ من روعه، فهو يهدأ تلقائيا لأن جلسته النفسية تنتهي بعد أن يعبر عنها من خلال الصياح في سوق الضوضاء. تلك هي طريقته في التعبير عن نفسه وفي طرد جميع الأفكار التي تزعجه. فالمشاكل عندما تطرح في سوق الهوسة بكلمات عالية مبهمة ومبعثرة تختفي سريعا، وهي تريح وتهدئ النفس. كلماته المبهمة والمبعثرة يصعب فهمها إلا الذي يتابعه باهتمام ويعرفه جيدا. أحب تجميع تلك الكلمات المبعثرة وأن أحلها كالكلمات المتقاطعة، وأن أسحب منها الموضوع والمشكلة التي يتكلم عنها. وللسوق شاعريه، فهو شاعر ينسج من المأساة قصيدة ساخرة جميلة. أجمع كلماته وأفهم وضعه وأبتسم وأذهب إلى عملي. مشاكله كثيرة لكنه متآلف معها، أما عندما يواجه مشكلاته العاطفية فيندمج في التقطيع اللفظي وكأنه نجمة من نجمات أم كلثوم. وكم يحب أن يقول الحسجة وبأن يقول شيئا ويقصد شيئا آخر. فهل هو من ظرفاء بغداد، من ظرفاء العصر العباسي الذي تحدث عنه الجاحظ، والذي تحدث عنه ابن الجوزية، والكثير من كتب عن الظرفاء مثل الثعالبي والهمذاني وأبي نواس، بثقافته وبعلمه وبأخلاقه الطيبة وبروحه المرحة؟ لكن حياته صعبة وأحيانا عبثية رغم اندماجه معها كليا.
أحياناً أسأله إلى متى ستبقى بتلك الحياة العبثية الجميلة؟ هي تروق لك. أنا أعرف أنك تعشق تلك الأجواء، وكيف يمكن لك أن تقلب حياة الشقاء إلى أغنية جميلة تنتهي بسرعة؟ فظريف بغداد تجده من ساعات الفجر الأولى وهو يحمل بضاعته الصغيرة ليبيعها شيئا فشيئا حتى تختفي ويعود للبيت. فعندما يكون موجود يعطي نكهة خاصة للسوق مخلوطة بشيء من المرح والتفاؤل، وعندما يغيب يصبح السوق روتيني جدا. لا أدري هل هو يعي ذلك، وتبقى بغداد تولد بين فترة وأخرى ظرفائها عبر تاريخها، ويبقى الكتاب يكتبون عن ظرفائها، ويبقى الجاحظ وابن الجوزي يزرعون فينا هذا الحنين ليؤكدوا أن الظرفاء هم من أكثر الناس عفوية وشاعرية، وهم الفلاسفة الحقيقيين. فالفيلسوف هو من يؤثر على نفوس الآخرين ويجعل يوما من أيامهم جميلة، ويقلب يأسهم إلى ابتسامة دعوبة تتقلب برشاقة في زحمة المارة. فهو شخصية رائعة من شخصيات ذلك الزمان، يذكرني بجحا وبالقاسم الطنبوري والشاطر حسن وعلاء الدين وعلي بابا وكهرمان وآخرين. الغريب أن هذا الرجل الذي كان يجلب السعادة للسوق، والذي كان يتألق فيه وكأنما عريف حفل ذائب في حفلته الرائعة، أو عازف متماهي في كمانه ناسيا كل ما من حوله، لم يكن قادرا على إسعاد زوجته التي كان يحبها. فدرة السوق محبوب الجميع عندما لا يكون موجودا ليس للسوق عنوان، وعندما يغيب تغيب الابتسامة في ذلك اليوم. مرة وهو يقرأ الجريدة التي لفها أبو الفلافل له، يشده الفضول لمعرفة باقي القصة، فيعود لأبو الفلافل عاملا إيجاد الجزء المتبقي ليعرف بقية الموضوع، ويبقى يقلب الجرائد ليرضي فضوله لكنه لا يجدها. فالجزء الذي يبحث عنه قد غادر بالتأكيد مع زبون آخر وفي اتجاه غير معروف. كيف ممكن يا صديقي بروحك المرح هذه أن لا تستطيع إسعاد بيتك الصغير سيد المرح في السوق، غير قادر على جلب الابتسامة إلى بيته الجميل؟ ما هذه المعادلة الصعبة وما كل هذه التناقضات؟ أقول لك يا صديقي إن زوجتك ستدرك قريبا أنك أحد ظرفاء الدولة العباسية القديمة، وأنك هذا الشاب الأصلي الذي يعطي الابتسامة إلى جميع السوق، بروحية الفرسان الذين يسيرون من دون النظر إلى الوراء ويتقبلون الحياة كما هي، ويحاولون الانتصار في كل مرحلة وفي كل خطوة من مراحل تلك الحياة بثقة وطمأنينة وبنظرة دائمة إلى الأمام. وداعا يا صديقي.